كان ما عنديش مع داك الشيء، ما عنديش مع الشعر، عندي مع الشعر، ولكن الشعر ديالها جميل، الشعر ديالها جميل جدا. والسيده مالكه من تقول لك من اطيب خلق الله اللي صدفتهم وكنعرفهم، ومتعلقه بالمنطقه ديالها بالعريس وقصها، يعني بكل صراحه، ويعني بكل صراحه كنت كنتظر باش يكونوا هنا ديك مثقفين بمدينه العرائش وديك الشعراء وكل شيء، ولكن للاسف الشديد ما عرفناش. نطلب الله يكون المانع خير. واستاذ زعما غني على كل تعريف، وكان فقط بين عودتين. نعم. كنت كلفت الاستاذ ادريس المشير، فقال نتيجه الوقت لا استاذ عزيز هذاك معروف، استاذ معروف هذاك الشاعر، استاذ ديال الشاعر دائما موجود، هما والخنجاع تبارك الله عليهم، الشاعر فتح موجود، معطاوي تعرف الاخوان ديال. نعم. نعم. وحاولت اقناعهم بشرطهم. ممكن يجي اي واحد، اي واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاخوان يجيو، هذوك اللي كاين، ما كنقولش غايجيو كل شيء، كان غايجيو بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، كان خصهم يكونوا حاضرين، لان الملكه ديما كتصدر في يعني قيمه مضافه للثقافه ديال العريش ان شاء الله في المراحل. وشكرا اختي للملكه، شكرا للضيوف الكرام اللي كنعرفو اللي ما كنعرفوش، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في لاله منانه. وكنترحم على الصديق ديالي اللي يمشي طوال على محسن مخري اخريف، الله يرحمه، محسن الله هذيك بحال الولد ديالك، لان تربى عندنا في نادي موظفين في العريش، تما سقى المواهب ديالو، ورحمه على الميتين.